الملابس القطنية. فخامة حاصل على شهادة الجودة العالمية الايزو القطن بملمس الحرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعي المستطيل الاخضر في كل مكان. في حلقة اليوم حبيت ان انا اعمل حاجة مختلفة شوية، وحبيت ان انا اخصص حلقة. الحلقة هتبقى كلها ان شاء الله عن اقوى وامتع الدوريات في العالم، وهتبقى كلها عن الدوريات الاوروبية، وهنتكلم فيها عن الدوريات الكبيرة في اوروبا، الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني، وهنتكلم عن مواهب كل دوري وعن نجوم كل دوري، وهنتكلم كمان هنحاول نجمع ان شاء الله المواهب على مستوى العالم. النهارده يشرفني ان يكون معي الباشمهندس عمرو عاطف. اهلا وسهلا بك حضرتك. ويسعدني ان يكون معي الاستاذ عمر مجدي. اهلا وسهلا بك يا استاذ عمر. اهلا وسهلا بحضرتك. واهلا بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد وكل الساده المشاهدين وعمرو وعمر، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه وتعجب كل الناس ان شاء الله. في البدايه اعزائي المشاهدين، هنبدا بالدوري الاقوى والدوري الامتع والافضل في كل شيء في العالم. هنبدا بالدوري الانجليزي، وانا في الحلقه يعني مع ضيوفي الكرام هخصص كل دوري مع كل واحد، وهنتكلم باستفاضة عامة، سواء نتائج، سواء الهدافين، سواء اللعيبة الأبرز، المواهب الأبرز، ترتيب الأندية. فأنا في البداية زي ما قلت هنتكلم عن الدوري الإنجليزي. فباشمهندس عمرو، بداية كده في الدوري الإنجليزي، طبعا احنا كان في مباريات النهاردة، كان عندنا مباريات امبارح انتهت كل النتائج. فبداية عايزك تكلمني عن الدوري الإنجليزي بجدول الترتيب، ونبدا مثلا من مباراه، نبدا بالمباراه بتاعه امبارح. طبعا كابتن احمد، احنا عارفين ان الدوري الانجليزي فعلا هو اقوى دوري في العالم. الدوري الانجليزي حاليا اصلا في اعصار من الفرق، كله عايز ينافس على المراكز. يمكن بنبدا هنا، مانشستر سيتي المركز اول ب 35 نقطه بلا هزيمه. طبعا هم وليفربول الفرقتين الواحد في الدوري الانجليزي حتى الان اللي محصلش في تعادلات، بس ما فيش هزيمه. طبعا ما حصلش السجل خالي من الهزائم تماما. يمكن يجي توتنهام بوكيتيني ويجي وراهم مركز ثالث، طبعا بعد الفوز على تشيلسي. طبعا انا شايف ان بوكيتينيو احرج ساري احراج جامد جدا. كنت شايف ان ساري مدرب تشيلسي ما كانش محضر كويس للقاء. معانا اعزائي المشاهدين ترتيب، كمل عمرو ترتيبك. بالنسبه يجي مركز رابع تشيلسي ب 28 نقطه، وراه يجي ارسنال ب 27 نقطه. اللي حابب برضه اتكلم عنه يا كابتن احمد ان الدوري الانجليزي حاليا بيواجه مشكله كبيره جدا، هي مشكله ممكن تخلي فيه تقليل من المحترفين في الدوري الانجليزي. ده طبعا دي اخبار سمعنا عنها في اليومين اللي فاتوا. ممكن توصل ان كل قائمه من الفرق يبقى فيها 13 لاعب فقط من ال 25 لاعب، نظرا لان بريطانيا انفصلت عن الاتحاد الاوروبي. تمام. طبعا هيقلل جدا في القصه دي. نوصل بعد كده لارسنال القادم بقوه بعد التعثر في اول الدوري من يوناي امري. انا شايف ارسنال راجع بقوه في مركز خامس ب 27 نقطه. ورا يجي ايفرتون ماركو سيلفا 22 نقطه. مانشستر يونايتد للاسف المتعثر مع مورينيو بسبب علاقته السيئه جدا باللاعبين. يمكن مورينيو صرح في اخر لقاء صحفي ليه، قال ان هو في علاقه وحشه جدا بينه وبين لوك شو وبين بوجبا، وفي مشاكل كتير ما بينه وبين النادي وما بين ايد وودورز المدير التنفيذي. نكمل استاذ عمرو، نكمل بقى بقيه الترتيب بسرعه. معانا مانشستر يونايتد السابع 21 نقطه، بورنموث الثامن 20 نقطه، واتفورد التاسع 20 نقطه، ليستر سيتي العاشر 18 نقطه، ولفرهامبتون ال11 16 نقطه، برايتون ال12 15 نقطه، ويست هام ال13 12 نقطه، نيوكاسل 14 9 نقط، وكريستال بالاس 15 9 نقط، بيرنلي 9 نقط 16، ساوثامبتون 17 8 نقط، كارديف سيتي 8 نقط 18، وفولهام 8 نقط 19، واخيرا هادرسفيلد الاخير ب 7 نقط. يعني هادرسفيلد بعد فوز النهارده على ولفرهامبتون لسه في المركز الاخير. المفروض احنا اللقاء يعني كان شغال واحنا في الحلقه، المفروض لا هيصعد كذا مركز بعد الفوز النهارده. كان لعب 12 ماتش فقط. بتكلم في كده، هيصعد ممكن لكمان المركز ال 14، لانه هيبقى 10 نقط فوق نيوكاسل ال 14، فهيبقى هادرسفيلد ال 14 ب 10 نقط. تمام. استاذ عمرو، احنا اتكلمنا عن ترتيب الفرق، واتكلمنا كمان عن يعني في بعض الملحوظات اللي هنتكلم فيها والخاصه بنادي مانشستر يونايتد. هسيبك دلوقتي يا عمرو،
وهروح للاستاذ عمر. استاذ عمر، عايزك تكلمني يعني قولي النتائج بتاعه الاسبوع كامله كده. يعني يمكن بدانا الاسبوع يوم السبت بلقاء برايتون وليستر سيتي، كان في الاميكس ستاديوم، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1. تمام. كان مباراه الى حد ما متوازنه بين الفريقين، وقدر كل فريق ان هو يحقق نقطه. تمام. ايفرتون حققت انتصار ضعيف جدا على المتاخر في الترتيب كارديف سيتي في الجودسون بارك ستاديوم. فولهام حققت انتصار مهم جدا بقياده رانييري، القياده الاولى ليه، حقق انتصار بثلاث اهداف مقابل هدفين. تمام. مانشستر يونايتد تعثر جديد زي ما اتكلمنا وقلنا ان هو تعثر امام كريستال بالاس وتعادلوا بنتيجه 0-0 كان في الاولد ترافورد. تمام. واتفورد خسر على ملعبه امام ليفربول 3-0، كانت مباراه شيقه جدا، وليفربول يعتبر معانا الاهداف اعزائي المشاهدين ونتائج من بعض المباريات. كمل بالظبط. فليفربول يعني حقق خطوه مهمه جدا في الصراع على اللقب مع مانشستر سيتي، قدر يكسب 3-0، يعني انتصار مهم جدا قبل معركه باريس سان جيرمان في حديقه الامراء في فرنسا. ويست هام خسر على ملعبه لندن ستاديوم امام مانشستر سيتي 4 اهداف مقابل لا شيء، ويمكن السيتي حسم المباراه من البدايه لما سجل 3 اهداف. تمام. اول 20 دقيقه بعد. تمام. كده السبيرز. طيب. عمر احنا معانا عمر، معانا شباب، ادي مباراه تشيلسي وتوتنهام، وزي ما قلت يا عمر كانت الهزيمه الكبيره والدرس القاسي لساري من بوكتينيو. طبعا معانا هنا كانتي على الشاشه لاعب تشيلسي، وكانت دي بدايه المباراه، دي الروح العاليه ما بين المدربين، ده الهدف الاول او دي فرصه من بعض الفرص داير هايلايتس بتاعت المباراه. طيب هايلايتس. طيب كمل عمر. طيب فلو هنتكلم على المباراه اللي ظهر قدام حضراتكم في الشاشه، فسبيرز يعني توتنهام قدم مباراه ممتازه جدا، موريسيو بوكوتينو يعتبر قفل كل المفاتيح بتاعه اللعب بالنسبه لموريسيو ساري، قدم مباراه كبيره في الضغط العالي على الخصم، خنق جورجينو كانتي الاثنين في نص الملعب وشكل هجمات كتيره جدا، ولولا كيبا في حراس المرمى زي ما احنا شايفين فرص كتير ضايعه كمان، كان المباراه خلصت باكتر من 5 أو 6 أهداف كمان، يعني الفرص بتتوالى فعلا، سون او اريكسن او هاري كين اللي سجل ممتاز جدا زي ما احنا شايفين، وبالتالي كان يعني هزيمه ده الهدف الاول. الهدف الثاني ده لعب هاري كين. طيب عمر كمان بالمناسبه ده اول مباراه لتوتنهام يكسب فيها الفريق الكبير، يعني الفرق اللي هي الكبيره في انجلترا كمانشستر او مانشستر سيتي او تشيلسي او ارسنال، دي اول مباراه ليه مكسب. كمل عمر بقيه النتائج. النهارده كان في مباراتين مهمين جدا، كان بورنموث استضاف ارسنال في الفيتالي ستاديوم، وارسنال استطاع ان هو يرجع لسكه الانتصارات من جديد ويكسب بورنموث بهدفين مقابل هدف. مباراه ليفربول مباراه بالظبط اتعادل اخر مباراتين بالظبط، فرجع ارسنال تاني ان هو يقدر ينتصر ويرجع للمركز الخامس وينافس توتنهام وتشيلسي على احد المقاعد المؤهله لدوري ابطال اوروبا. بير امريك اوماميانج النهارده سجل الهدف الثاني لفريقه وقدر ان هو يحافظ على صداره ترتيب الهدافين في البريمير ليج. اخر مباراه كانت النهارده كانت بين الولفز وولفرهامبتون ضد هادرسفيلد، وحصلت نتيجه يعني غير متوقعه تماما، ان هادرسفيلد المتزايل الترتيب قدر ان هو ينتصر بهدفين مقابل لا شيء، ويحقق طفره نوعيه الى حد ما في جدول الترتيب على مستوى الهابطين او متسارعين في الهبوط. تمام عمر. محمد هنقف بقى مع هدف اوباميانج، وزي ما قال عمر ان هو تصدر الهدفين مع سيرجيو اجويرو. فعايز محمد تقول لي كده لقائمه الهدافين. تمام. قائمه ترتيب هدافين الدوري الانجليزي لحد الاسبوع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، سيرجيو اجويرو في الصداره مع بير اوبريك اوباميانج ب8 اهداف، بيجوا وراهم ايدن هازارد وهاري كين والكسندر ميتروفيتش وجالين موراي ومحمد صلاح ورحيم ستيرلينج ب7 أجوان. محمد صلاح 7 أهداف بالظبط كده. ريتشارلسون جايب 6 أجوان، طبعا كل الناس عارفه ريتشارلسون اللي كان بيلعب في بيلعب في ايفرتون حاليا. تمام. اعتقد ان الموسم الحالي هيبقى فيه منافسه قويه جدا على ترتيب الهدافين، الى حد ما سيرجيو اجويرو والتكتيكي اللي بيعمله بيب جوارديولا بيسهل له كتير ان هو يبقى موجود جوه ال 18 عشان يقدر يحرز اهداف، لكن اعتقد معانا مباراه امبارح واتفورد وليفربول ومحمد صلاح قدر يفوز فيها ليفربول 4 اهداف، احرز محمد صلاح نجمنا المصري هدف، وروبرتو فيرمين ورجع بعد صيام عن التهديف، ولعب الكسندر البطرايت المنتخب الكسندر ارنولد احرز الهدف الثاني. تمام.
محمد يعني انت شايف مين اقرب من هو يقدر يحصل على جائزه الهداف في الدوري الانجليزي؟ اعتقد يعني منافسه شرسه زي ما انت قلت. تمام لكن اعتقد ان الموضوع ممكن يبقى ليه علاقه بالتكتيك اللي بيقدمه مدرب كل فريق. تمام. عكس المهارات الفرديه لكل لاعب. وجهه نظري ان سيرجيو اجويرو ممكن يحافظ على صداره هدافي ترتيب الدوري الانجليزي، بيجي من وراه بعيد شويه ممكن يكون هاري كين، لكن في اتنين لعيبه انا برشحهم ان هم يكونوا في الصداره مع او في منافسه على الصداره لفترات طويله. طيب. جيرين موراي والكسندر متروفيتش بيقدموا مستويات عظيمه جدا مع فرقهم، واعتقد ان محمد صلاح ممكن يكون ليه دور، لكن ما اعتقدش ان هو ممكن يكون من اول خمسه، لكن هيبقى ليه دور ان شاء الله وان يكون من في اوائل ترتيب الهدافين. نتمنى التوفيق لنجمنا المصري وكل نجوم العرب محرز وكل النجوم الموجودين في الدوري الانجليزي. هروح استاذ عمرو، طبعا احنا خدنا كده يعتبر النتائج والاهداف وتابعنا كل النتائج اللي موجوده. عمرو عايزك تكلمني، يعني انت طبعا اتكلمنا واخدنا كل حاجه خاصه بالدوري الانجليزي، شايف مين من وجهه نظرك القادر على حظ البريمير ليج الموسم ده؟ انا وجهه نظري ان مانشستر سيتي قادم بقوة جدا وداخل بقوة جدا من الموسم اللي فات مع بيب جوارديولا، طبعا في ظل وجود ان جوارديولا عنده اساسي وعنده الدكة تعتبر اساسي برضو. أكيد. في ظل وجود نجوم خارقين يعني مع بيب جوارديولا، في ظل خطته المتغيرة عبر المباريات على حسب ما بيلاعب الفرق، جوارديولا مدرب مرن عكس مدربين تانية امثال مثلا جوزيه مورينيو وهكذا. فانا شايف ان جوارديولا هو او مانشستر سيتي عامه هم الارجح لان هم يفوزوا بالبريمير ليج السنه دي. على الرغم ان كان في تعثر لجوارديولا في بدايه في موسمه الاول مع مانشستر سيتي، بس زي ما قلت يا عمرو ده يدل على وعي الاداره وعلى ان اداره محترفه ما بتتعاملش بالقطعه، وطبعا ادوا له كل المفاتيح، جابوا له كل اللعيبه اللي هم عايزينه، اللي اراد التعاقد معاهم جوارديولا، والنتيجه كانت ايه عمرو في الاخر؟ ان النهارده هو المرشح الاول للبريمير ليج يعني جوارديولا. انا شايف ان السيتي حاليا ما حدش بينافسها طبعا غير ليفربول، لكن انا شايف ان على المدى البعيد لا، مانشستر سيتي بدماغ جوارديولا ببورونتو في ظل فقدان كمان كيفن دي بروين ما حسيناش بيه خالص، أكيد. قدر يعوضه بلعيبه امثال جاندوجان امثال فرناندينيو، طبعا في ظل كمان وجود الشباب اللي بيدفعهم جوارديولا زي فيل فودن زي دياز بيديهم فرص، طبعا ليروي ساني ستيرلينج. احنا لو اتكلمنا على القائمه كامله عمرو هنتكلم، لا السكواد عندهم قوي جدا. يعني لما نيجي ناخد مركز بنبدا حراسه المرمى وما تعاقدوا مع ادرسون الحارس البرازيلي، وكان في نظره اهم من جوارديولا ان هو يتعاقد مع ادرسون، يعني كان في برافو الحارس تشيله وكلنا عارفين ان برافو حارس عملاق، لكن انت تتعاقد مع ادرسون، فكان في نظره هنا ان جوارديولا دايما بيحب ان الحارس يبقى لعيب كوره، يعني شوف ماشي، يعني كان هو سبب من اسباب ان هارت مشي ان هو ما بيجيش اللعب بالقدمين، فكان من كتر ان جوارديولا مهتم بحته ان كل اللعيبه كلها تبقى كويره، بمعنى بقى الكوره ان هي تبقى لعيبه كوره وكويره، ان هو تعاقد مع ادرسون في برافو. نيجي مثلا مستوى الدفاع معانا مين عمرو مثلا موجود في الدفاع؟ طبعا تعاقد مع امريك لابورت طبعا لاعب مهم جدا، عندنا جون ستونز، عندنا فينسنت كامباني، عندنا ميندي طبعا هو مصاب حاليا ممكن يفضل لثلاث شهور، عندنا كايل وولكر باك يمين اللي جابه من توتنهام وانا شايفه جناح طائر. نوصل لخط الوسط عندنا طبعا كيفن، طب شايف ناخدها خط وخطوه كده محمد، شايف ان دفاع الاسامي لابورت وتوماندي مع كومباني مع ستونز مع ووكر مع دانييلو كبديل لووكر، عندك ممكن ديلف ان هو حته صغير ممكن ديلف ان هو يقدر يلعب كلاعب جوكر، شايف ان هم محتاجين حد في الدفاع؟ انا وجهه نظري حاليا هم دفاعهم متماسك، ولكن يمكن جوارديولا حاليا بيدور على صفقات ودخل في صفقات زي دي ليخت لاعب اياكس امستردام، عايز يدعم بيه لاعب شاب بيقدر انه يبدا بيه من صغره، ومع اني انا وجهه نظري ان جوارديولا شايف انه ممكن ما يكملش مع السيتي لانه اخر تصريح ليه انه عايز يدرب منتخبات في مسيرته الكرويه واتعرض عليه فعلا منتخبات، لكن انا شايف انه لو جاب دي ليخت هياثر فعلا جدا، لعيب شاب مستواه عالي جدا، مدافع قوي البنيان يقدر مع بقيه التشكيله من المدافعين دي تبقى تشكيله كويسه جدا من الدفاع لمانشستر سيتي، دفاع خارق لا يقهر. تمام. طيب عمرو احنا كده يعني زي ما قلنا كده اخذنا يمكن مانشستر سيتي بالكامل، سواء قلنا طبعا قوه الفريق وان هو الاقرب من وجهه نظر عمرو ان هو الاقرب لحظ اللقب. طيب هطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نستكمل بقيه الكلام عن الدوري الانجليزي. فاصل ونرجع تاني. Thank you.
أرقى الملابس القطنية، فخامة أصل على شهادة الجودة العالمية الأيزو، القطن بملمس الحرير. أرقى الملابس القطنية، فخامة أصل على شهادة الجودة العالمية الأيزو، القطن بملمس الحرير. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، نستكمل بقية فقرات الحلقة. وزي ما وقفت مع عمرو عن مين المرشح الأقوى للدوري الإنجليزي، قال لي مانشستر سيتي. هروح لعمر، من رأيك مين المرشح الأقوى يعني؟ أو من وجهة نظرك أنت شايف مين؟ طبعا أنا متفق جدا مع عمرو اللي قالوا إن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بيحقق نتائج عظيمة جدا، بيحقق أداء ممتاز جدا. شايف إن الموسم بتاع كمان ليفربول ماشي يعني بخطى ثابتة، انتصارات و كمان مستوى واداء عظيم جدا بيقدمه يورجن كلوب مع ليفربول. المستوى بيتطور بشكل كبير قوي، يمكن حظهم السيء ان مانشستر سيتي بكميه التوهج دي. لكن يعني انت شايف ان ليفربول انت شايف ان هو مرشح من 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 وجهه نظرك انت، ولا هو انت شايف مثلا ان ليفربول هو الوحيد اللي ممكن ينافس من خلال طبعا من خلال النتائج ومن خلال الاداء والمردود اللي في الملعب، وحتى بعد انتصار امبارح الممتاز جدا اعتقد ان هم ممكن ينافسوا السيتي لمراحل بعيده جدا. بيمتلك كمان يورجن كلوب سكواد كبير، ممكن ان هو يقدر يعمل في تناوب خصوصا في نص الملعب بعد الصفقات اللي جت. فاعتقد ان يورجن كلوب مع ليفربول يقدر ان هو يوصل مسافات بعيده جدا في الدوري، وممكن ان هو ينافس بيب جوارديولا على لقب البريمير ليج هذا الموسم. تكملا لكلامك عمر، ان ليفربول احنا قلنا ماشيين بخطى ثابته وبيكسب مباريات متتاليه، كمان ملعب واتفورد ملعب من الملاعب الصعبه، مش طبعا اي حد، مع وجود لعيبه مميزه كتير. فانت عندك كمان ان شايف ان ليفربول مثلا يعني انت يعني انا شايف ان ليفربول من وجهه نظري يعني من وجهه نظري الكتير ان هو محتاج بعض المراكز او بعض النقص، محتاج صنع لعب جدا، لان كل لعيبه الوسط انت تتفق معايا او تختلف كلهم شبه بعض بالظبط، يعني ككوره كلهم شبه بعض. يمكن بعد ما مشي فليب كوتينيو وراح لبرشلونه اعتقد ان الحته دي اثرت جدا، نسبه صناعه الاهداف او تنوع الاهداف بالنسبه لليفربول اختلف. يمكن الكرات الثابته كان فليب كوتينيو بيمثل حل كبير جدا، صناعه اللعب نفسها يعني صناعه اللعب كان حل، كان رؤيه كبيره في الملعب بالظبط، فكان مؤثر بشكل كبير. يمكن حاول يورجن كلوب في الانتقالات الصيفيه ان هو يعوضه باستخدام فابينو او نابي كيتا، ولكن لحد دلوقتي لسه ما دخلوش في القائمه. فابينو مختلف شويه عن كوتينيو، يعني فابينو هو كلاعب كارتكاز دفاعي او اي بيلعب في اي حاجه في خط الدفاع بالزبط. كان ممكن على كلامك ان نابي كيتا يقدر يعوض، بس نابي كيتا لسه كمان ما انسجمش. يمكن يعني كمان نقطه ان تشيردان شاكيري حاليا هو بيمثل القطعه اللي ممكن نقول ان هي مفقوده شويه في ليفربول، ان هو بيدي المركز بتاع صناعه اللعب ده حقه كويس جدا، وبيقدر ان هو يعمل تناغم كويس قوي مع محمد صلاح او مع ساديو ماني او مع روبرتو فيرمينو. طب يعني مفيش لاعب من اللعيبه اللي موجوده تقدر ان هي تعوض غياب كوتينيو او اقرب لستايل كوتينيو؟ يعني زي ما قلت لحضرتك يمكن تشيردان شاكيري او نابي كيتا الاثنين اللي ممكن الى حد ما يوصلوا ل يعني طفره كويسه في الاداء. يمكن كوتينيو قعد فتره كبيره مع ليفربول، وبالتالي وصل لاقصى يعني اداء ليه مع ليفربول اخر موسمين تحديدا، وكان نجم الفريق بلا منازع طبعا. يعني انا شايف ادم لالانا ممكن الوحيد الاكبر او الاكثر ان هو يقدر يعوض، بس طبعا الاصابات مش سبب حاله بالظبط. طيب يبقى انت محمد عمر اتفقنا ان انت متفق مع عمرو ان مانشستر هو الاوفر حظا، ليفربول شايف ان هو يبقى منافس كبير ليه. طيب محمد عايز اعرف مين المنافس او مين الفريق اللي يقدر من وجهه نظرك ان هو يحصد ده؟ طبعا تاكيدا لكلام عمرو وكلام عمر، مفيش ما يمنع من مانشستر سيتي يكون هو بطل بريمير ليج السنه دي. السكواد اللي موجود عندهم، الصفقات اللي ممكن يعملوها، لكن انا برشح تشيلسي، بيجي من بعيد شويه تشيلسي، ممكن الى حد كبير هو اللي ممكن يحصل على لقب الدوري، لكن ده طبعا بيبقى مع تعثر المنافسين. يعني لغايه دلوقتي مانشستر سيتي لحد من جولتين ثلاثه كان ماشي اول او ثاني اول على طول بالظبط بالظبط. اعتقد ان ماروسيا ساري حاطط في اعتباره ان السنه دي لازم يكون الفريق او يكون عنده نقطه ارتكاز قويه اللي يقدر ينافس بيها على السنين اللي جايه.
لكن مانشستر سيتي زي ما بنقول كده بالبلدي واخد القطر ورايح على طول، يعني ما فيش اي ما يمنع من ان هو ياخد الدوري السنه دي. ضعف المنافسين، ابتعاد مانشستر يونايتد، ودي بالنسبه لي علامات استفهام كبيره. بيجي برضو من وراء توتنهام، لكن اعتقد ان تشيلسي بالسكواد الموجود دلوقتي بدعم من ابراموفيتش رئيس النادي ممكن في يناير على لعيبه موجوده تاني. شايف المراكز محمد اللي محتاجها تشيلسي عشان يقدر ان هو يبقى على خط ثابت مع ليفربول ومع مانشستر سيتي؟ طيب هو في مشكله بتقابل موريسيو ساري دايما في تكتيكاته حتى من ايام ما كان في نابولي، ان جورجينيو لو غاب مفيش بديل، مفيش النقطه او العمود. ممكن كانتي يقدر يلعب بدور البديل، لكن هو ده كان مكانه الرئيسي، لكن على دور صناعه اللعب او ان هو ينقل الفريق من المناطق الخلفيه للمناطق الهجوميه ما بيعملش الدور ده غير جورجينيو باقتدار. جورجينيو كوفازيتش ممكن يقوم الدور باركلي مثلا الى حد ما، لكن جورجينيو دايما لو حضرتك خدت بالك في كل ماتشات تشيلسي بينزل دايما يستلم الكره من ديفيد لويز او روديجير. على فكره في ملحوظه مهمه جدا، لان هو مثبته الديفندر، يعني هو رحل مكان كانتي ان هو يقدر يلعب هاف ديفندر مساند او ديفندر اللي بيلتزم بناحيه اليمين في 4-3-3. هي ممكن تختلف المسميات في تغيير التكتيك. بالظبط، هو جاب جورجينيو حطه اللي هو ديفندر الثابت، لان هو دايما زي ما انت قلت بيعتمد على الكوره. بالظبط، محتاج ان الديفندر اللي موجود، لان جورجينيو مميز جدا عن كانتي في حته صناعه اللعب، التمرير الطولي والعرضي ويبدا ان هو يبدا مع اللعيبه بالكوره. مظبوط. شايف ان لوفتشيك لاعب، هو طبعا لاعب تشيلسي، لاعب من شباب تشيلسي وبعد كده اعاروه، شايف ان ليفتشيك ممكن يقدم اضافه لخط وسط تشيلسي؟ هو ممكن يقدم اضافه، لكن في وقت اللي يكون فيه غيابات، يعني مثلا ممكن في وقت غياب ايدن هازارد ممكن ياخد، في وقت غياب ويليان ممكن ياخد، لكن ما اعتقدش ان هو ممكن يكون ليه دور كبير قوي على التشكيله الاساسيه لماريوسي ساري في المباراه اللي جايه او في استكمالا لمباراه البريمير ليج. ممكن يبقى في الغيابات ياخد، وما اعتقدش برده انه ممكن يقدم جديد، لان التكتيك نفسه مش معتمد على ان طريقه لعب لوس الشيك اللي هو دايما بياخد الكوره وبيبقى عنده الدريبلينج وعايز يروح يشوط على المرمى. كويس محمد انك ذكرتها، لان دي الحاله المختلفه شويه عن الموجودين في خط وسط تشيلسي. بالظبط، حته التصويب، حته ان هو دايما واخد الكره دريبل رايح على الجول. بالظبط موجود. يعني انت محمد بترشح تشيلسي؟ اعتقد ان تشيلسي هو ممكن يكون اشرس المنافسين للمان سيتي السنه دي. طيب يبقى احنا كده سمعنا راي عمرو وسمعنا راي عمر وسمعنا راي محمد، مين الاوفر حظ لحصد اللقب؟ كل واحد قال فريق، عمرو قال تشيلسي مانشستر، محمد اتفق معاه في مانشستر بس كان مرشح ليفربول، محمد قال ان تشيلسي واتفق معاهم كمان، واتفق معاهم في راي مانشستر سيتي، وانا كمان بتفق معاهم ان مانشستر سيتي هو الاقرب والاقوى لحصد اللقب، ويمكن انا قلت الكلام ده في اول حلقه لينا في البرنامج. طيب عمرو هرجع لك، عايز تقول لي بقى نتائج، عايزك تقول لي المباريات اللي هتلعب الاسبوع المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسبوع الجديد ان شاء الله في الدوري الانجليزي هنبدا يوم الجمعه بماتش كارديف سيتي وولفرهامبتون، انا شايفه ماتش كويس جدا لولفرهامبتون يقدر ياخد منه نقط، ماتش على ملعب كارديف سيتي يعتبر هي الاقرب للهبوط. بالنسبه نبدا يوم السبت طبعا كريستال بالاس هيلعب بيرنلي، وهدرسفيلد هيلعب برايتون، ليستر سيتي واتفورد شايفه ماتش برضو قوي جدا في ظل توهج واتفورد الموسم ده، على الكينج باور ستاديوم على ملعب ليستر سيتي. مانشستر سيتي هيلعب بورنموث على الاتحاد، وشايف ان هو ماتش صعب للسيتي لان بورنموث فعلا قادم بقوه ومن اول 10 في الترتيب. نيوكاسل يونايتد وويست هام هيلعبوا بعض، وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد، وده انا شايف انه ماتش صعب لمانشستر يونايتد، وده اعتقد ان من اواخر الماتشات اللي لازم جوزيه مورينيو يثبت نفسه فيها، لان لو ما اثبتش نفسه فيها اعتقد بعد مشاكله مع ايد وودورد المدير التنفيذي ممكن يتم اقالته. بالنسبه ليوم الاحد تشيلسي هيلعب فولهام، برده ماتش كويس جدا على ستانفورد بريدج ملعب تشيلسي. ارسنال وتوتنهام ماتش قمه وماتش قوي جدا 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 على لعبه الكراسي المتحركه في اول اربع مراكز اللي بيأهلوا للتشامبيونز ليج. هتبدا الاسابيع المقبله هيبدا بقى الفرق الكبيره فعلا. واخيرا ماتش ليفربول وايفرتون، يورجن كلوب في مواجهه ماركوس سيلفا على الانفيلد، ماتش برده قوي جدا جدا. تمام عمرو، طبعا قبل ما هنتنقل بقى في صفحه الدوري الانجليزي وهتنقل للدوري الاسباني، هقف في حته مانشستر يونايتد، وانا يعني مش هنتكلم في تفاصيل كتير، كل الناس كلنا عارفين التفاصيل الموجوده في مانشستر يونايتد، بس هو الموضوع انا بلخصه في الموضوع كله في ايد مورينيو. مورينيو زي ما قال عمرو مشاكل مع المدير التنفيذي، مشاكل مع اللعيبه ومع نجوم اللعيبه، التصريحات طبعا ده كله كلام ما ينفعش، وطبعا جوزيه مورينيو لو ما عملش كده ما يبقاش المدرب الاستثنائي او ما يبقاش جوزيه مورينيو. طيب
عمر هروح لك، هنقفل بقى ده الدوري الانجليزي وهنروح للدوري الاسباني، الدوري الامتع في العالم. عمر عايز طبعا تبدا معايا كده بالدوري الانجليزي، وعايزك تقول لي بدايه جدول الترتيب بتاع الدوري الاسباني. طيب في البدايه لازم نقول ان الليغا او الدوري الاسباني يعني بنشهد موسم ممتاز وقوي جدا من كل الانديه. ما بنقدرش ان احنا نقول ان من قبل المباراه ان في فرقه هتقدر تنتصر على فرقه اطلاقا. كل الفرق اللي كانت بتقدم مواسم دوريات اوروبا كلها كده يا عمر يعني بالظبط. فيعني انديه كبيره جدا بتقدم مستويات قليله، وبالتالي انديه الوسط بتشهد طفره كبيره قوي في النتائج. لو بدانا بالترتيب هقول طبعا ان المتصدر حاليا اشبيليه بعد ما انتصر على بلد الوليد، يليه برشلونه، يليه اتلتيكو مدريد. برشلونه طبعا عنده 25 نقطه، اتلتيكو مدريد عنده 24 نقطه. بعد كده الافيز اللي بيسجل يعني مفاجاه كبيره جدا عندنا ان هو يبقى في المركز الخامس برصيد على الترتيب 23 نقطه. كامل عمر كامل تمام. اسبانيول عندها 21 نقطة، ثم المتعسر للأسف يعني ريال مدريد 20 نقطة، ليفانتي 18 نقطة، ثم إيبار 18 نقطة، فالنسيا أيضا 17 نقطة، بلد الوليد 17 نقطة. تمام. في المركز ال 11 في جيرونا 17، سوسيداد 16، ختافي 16، بيتيس اللي بيقدم موسم قوي ولكن النتائج مش مساعدة برضه 16 نقطة، سيلتا فيجو المملوء بالمواهب 14 نقطة، ديبورتيفو ليجانيس 13، فيا ريال 11، واخيرا اخر ثلاث مراكز اتلتيك بلباو مفاجاه كبيره جدا ان احنا نلاقيه في المركز 18 ب 10 نقاط، رايو فاليكانو 7 نقاط، وهويسكا المنضم حديثا الى الليجا ب 7 نقاط. تمام. دي عمر كانت ده كان جدول الترتيب. طب محمد عايز عرفني النتائج الدوري الاسباني. الاسبوع ده في الدوري الاسباني او الليجا عندنا ليجانيس قدر يحقق مفاجاه وكسب الافيز اللي بيقدم موسم تاكيدا على كلام عمر موسم مميز جدا. فالنسيا قدر يفوز المباراه كان ممكن يبقى الاول مؤقتا بالظبط بالظبط ماتش اتلتيكو مدريد وبرشلونه بالظبط يا كابتن احمد. فالنسيا قدر يفوز على راي فايكانو 3-0. ايبار طبعا حقق المفاجاه اللي ما كانش حد متوقعها لكل من كل عشاق الميرينجي على مستوى العالم، قدر يفوز عليه 3-0. اتلتيكو مدريد طبعا في التوب جيم للاسبوع، اتلتيكو مدريد تعادل مع برشلونه. مشاهدينا على الشاشه اتلتيكو مدريد يتعادل في الواندا متربيلتانو 1-1 مع برشلونه. هويسكا صعد حديثا للليغا يتعادل 2-2 مع ليفانتي. ريال سوسيداد عندنا اتلتيك بلباو مع ختافي يتعادل معاه 1-1. اشبيليه قدر ان هو يحقق الفوز على بلد الوليد في الدقائق الاخيره، وقدر ان هو يصعد لقمه ترتيب الدوري الاسباني وان هو يتعدى برشلونه. هيبقى متبقي ثلاث جولات، اسبانيول هيلاعب جيرونا، وفياريال هيلاعب ريال بيتيس، وريال سوسيداد هيلاعب سيلتا فيجو، وهيختتم الاسبوع الحالي للليغا. تمام. محمد عمرو بقى عايزك تقول لي الهدافين الدوري الاسباني. عندنا الهدافين للدوري الاسباني طبعا ستواني النهارده بعد فوز جيرونا احرز هدفين يمكن في الدقيقه 4 والدقيقه 6. طبعا هو 10 اهداف وراه ليونيل ميسي رغم اصابته ومازال في قائمه الهدافين. يمكن قبل ما ستواني كان يجيب النهارده الهدفين كان ميسي هو الهداف بتسع اهداف، وراه طبعا زميله في نفس الفريق لويس سواريز تسع اهداف. يمكن بيجي وراهم في المركز الرابع ياجو اسباس من سيلتا فيجو 8 اهداف، واندري سيلفا من اشبيليه 7 اهداف. تمام. عمر هبدا معاك. طبعا انا هاخد من كلامك، يمكن انا لاحظت ان انت محب ريال مدريد من كلمه لا للاسف وانت بتقول نتيجه ايبار وريال مدريد. عمر شايف لان طبعا ريال مدريد لازم نتكلم عنه، ما ينفعش التدهور اللي حصل في النتائج. شايف ان رحيل زيدان وكريستيانو رونالدو اثر بشكل كبير، وده طبعا هيأثر بشكل كبير. شايف ان بيريز هو المتهم رقم واحد في التدهور اللي حصل لريال مدريد. اخر لقاء لزيدان مع الفريق وهو بيودع الفريق في المؤتمر الصحفي كان قال كلمه مهمه جدا ممكن تلخص الحال اللي احنا بنمر بيه كمشجعين لريال مدريد او النادي عموما. تمام. وقال ان هو مش هيقدر يدعم الفريق نفسيا اكتر من كده، بمعنى ان الفريق الحالي لريال مدريد رغم امتلاكه العديد والعديد من النجوم طبعا اللي احنا شايفينهم لعيبه بتنافس على الجوائز العالميه كل سنه، ولكن تقدر تقول ان الطموح بالنسبه
لان هم يقدروا يحصلوا بطولات جديده مش موجود، مفيش تدعيم نفسي بشكل كبير جدا. اعتقد ان فلورنتينو بيريز كان مطالب ان هو في الصيف اللي فات يدعم بشكل كبير قوي المراكز المترهله في الفريق. هو موضوع عمر ان انت مثلا بتتكلم ان انه ما عندوش دعم معنوي جديد او ان هو يجدد الروح عند اللعيبه. تمام، انت خلاص ما تعاقدتش مع او خلاص زيدان مش موجود، ممكن تتعاقد مع اسم كبير لوبيتيجي. انا قلت ان هم يعني اسم كويس بس مش بحجم ريال مدريد، لان الشخصيه والصفات المطلوبه في المدربين الانديه الكبيره بتبقى محدده. لكن الموضوع كله كريستيانو رونالدو، ازاي نجم الفريق وازاي احسن لاعب في العالم ان انا استغنى عنه بكل سهوله؟ طبعا يعني زي ما قلت حضرتك استاذ احمد ان كريستيانو رونالدو هو افضل لعيب في العالم، افضل لاعب في العالم تقريبا. اتفقنا واختلفنا في نقطه ليو ميسي او كريستيانو رونالدو، ولكن بيصنف طبعا هو من افضل لاعب في العالم بالزبط. اخر سنتين بالظبط، فبالتالي التاثير والكواليتي بتاع كريستيانو رونالدو صعب ان انت تلاقيه في اي لاعب تاني. ريال مدريد او نظره الاداره انها كانت ممكن يعني بتقول انها ممكن تقدر تعوض رحيل كريستيانو رونالدو تحديدا، ولكن انا شايف ان الاداء والنتائج يعني بتصب زي ما بنقول كده ايه في كفه كريستيانو رونالدو تماما. انه ما فيش لحد دلوقتي العلاج ايه عمر، يعني يقدر ايه اللي يقدر بسرعه كده ان هو يتعاقد مع لعيبه كبيره ولا مدرب؟ اعتقد طبعا يعني كبير. الحاجات اللي عايزها الجمهور بتتنافى مع الحاجات اللي بيوفرها فلورنتينو بيريز بالنسبه لريال مدريد. فلورنتينو بيريز نظرته ان هو عاوز يجيب لعيبه شباب، يعمل فريق شباب قوي جدا. التعاقدات اللي من البرازيل طبعا فينيسيوس جونيور و رودريجو وباقي اللعيبه، طبعا عايز يعمل فريق شاب بشكل كبير. كمان ميزانيه ريال مدريد تعتبر الاكبر على مستوى العالم بالظبط، والعقد كمان اللي مع اديداس الاخير ده، فالموضوع متوفر ان هو يجيب صفقات مليار كبيره جنيه في 10 سنوات بالظبط، كعقد اكبر عقد رعايه على مستوى العالم بالظبط زي ما قلت حضرتك. لكن كلنا شايفين ان احنا عندنا يعني نواقص كثيره جدا في خط الدفاع، عندنا نواقص في خط الهجوم كمان. يعني يمكن كريم بنزيما مستوى زي ما بنقول كده ضعيف جدا، حتى ارقامه ضعيفه ولا تذكر. الحاله الدفاعيه للفريق كمان مترهله جدا زي ما بنقول، الفريق بحاجه لاعاده تقويم. عمر زي ما قلت الفريق فعلا محتاج اعاده تقويم، عايز صفقات كبيره ولاعيبه بتناسب حجم ريال مدريد. محمد شايف مين الاكثر حظا في ان هو يفوز بالدوري الاسباني؟ اعتقد ان برشلونه، لان برشلونه زي ما كنا بنتكلم على مانشستر سيتي، برضو برشلونه هو اللي عنده السكواد الجاهز، عنده لعيبه في الناشئين، عنده في اللمسايه، عنده لعيبه ممكن حتى في اي وقت من الاوقات يعتمد عليها على مدار الموسم. برشلونه هو الاوفر حظا للليجا السنه دي. اعتقد برضو ان برشلونه هو الافضل الاوفر حظا للفوز بدوري ابطال اوروبا، ان لم يكن بيجي برضو معاه بعض المنافسين. اتمنى ان انا اشوف مانشستر سيتي بيلعب نهائي دوري الابطال في الوقت الحالي مع بيب جوارديولا. السكواد نفسه بيحقق ده وبيوصلنا لده. يعني برشلونه هو الاقوى بالسكواد اللي موجود فيه. طب شايف ان في انتقادات كتير لفالفيردي مدرب برشلونه، شايف ان هو المدرب الاقدر والاقدر لقياده برشلونه مع الكوكبه الموجوده من اللاعبين؟ تمام، هو في المرحله الحاليه خلينا نكون مقتنعين ان ما اعتقدش ان في حد انسب من فالفيردي ممكن ان هو يتولى تدريب برشلونه. في بعض المدربين زي كيكي ساتين مثلا ممكن نحس ان هو مدرب ريال بيتيس، مدرب تكتيكي وبارع جدا، لكن اعتقد ان فالفيردي قدر انه يحفظ الفرقه، حط ايده على المفاتيح بتاعتها، وفي نفس الوقت عارف كل اللعيبه اللي موجودين فيها. فاعتقد ان هو الانسب في المرحله الحاليه، الا لو حصل اي اخفاق فاعتقد ان اداره برشلونه ممكن تفكر في البديل. تمام، نرجع بقى ليك عمر. معاك عمر، نتائج او المباريات الموجوده الاسبوع المقبل للدوري الاسباني؟ حاليا نتائج الدوري الاسباني الاسبوع المقبل لا، حاليا مش موجوده معايا. طيب من وجهه نظرك مين يا عمر شايف ان هو الفريق الاكبر والاقرب للحظ الاكبر؟ انا شايف ان برشلونه طبعا هم زي ما قال محمد ان هم الاقرب، لكن تعقيبا بس على كلام عمر في ريال مدريد اضيف كام حاجه. انا شايف ان لعيبه ريال مدريد بلغه الكوره هم شبعوا كوره وشبعوا بطولات وشبعوا القاب. يعني انا شايف ان مثلا سيرجيو راموس خلاص لاعب بيلتفت للصحافه وللاعلام وكل ما يقال عنه ان هم بيقللوا منه كمدافع وساب خالص الملعب. لوكا مودريتش تفرغ
تماما لحصد الالقاب الفرديه ونسي تماما ان هو لاعب في فرقه بحجم ريال مدريد. بيريز غلط غلطه كبيره ان كانت رغبه مودريتش ان هو ما يبقاش في ريال مدريد، كان يقدر ان هو يقدر يبيعه او يقدر ينتقل لانتر ميلان، لان فعلا اللاعب مشتت ذهنيا، مش ده لوكا مودريتش النجم الكبير اللي احنا متعودين عليه ومستويات المميزه كان في الموسم الماضي والمواسم السابقه. فعلا، وشايف كمان ان تيبو كورتوا انا شايف ان هو صفقه، يعني انا مش حابب الصفقه دي لان كيلور نافاس كان متالق جدا مع ريال مدريد واقدر منه لازم. تماما شايف ان تيبو كورتوا صفقه مش كويسه. ريال مدريد لغايه دلوقتي بيعاني من مشكله المهاجم في ظل ان بنزيما في اخر اربع مباريات لي مع سولاري جاب اربع اهداف، لكن شايف برده ان ريال مدريد محتاج يعوض مكان رونالدو، مكان فارغ جدا، محتاج يجيب مهاجم قوي جدا يعوض مكان بنزيما. ريال مدريد محتاج اعاده اصلاح. كان عندك ايكاردي، بس قبل هاري كين وايكاردي، وانا بقولها باستمرار، كان لازم معاك جناح زي نيمار او ايدن هازارد، لان كريستيانو رونالدو مش واحد بس اللي يقدر يعوض الدور اللي كان بيقوم بيه صناعه اللعب ودور الجناح السوبر ستار والهداف الستار. كان لازم، انا شايف كده، كان نيمار مع هاري كين او ايدن هازارد مع هاري كين او ايكاردي مع اي حد من الاثنين كان يقدر ان هم يعوضوا رحيل كريستيانو. طبعا كده تبقى معايا، طبعا اتفق مع حضرتك، كده تبقى تشكيله قويه جدا. لكن يمكن اخر اخبار سمعناها ان برشلونه بيفكر انه يرجع نيمار، لكن بشروط معينه. اول شرط انه يعتذر للجمهور، ثاني شرط انه هو يقبل بالراتب السنوي اللي كان بياخده قبل ما يمشي من برشلونه. فانا شايف ان نيمار رفض حاجه زي كده، ويمكن بالعند برشلونه احتمال يروح ريال مدريد ويعوض مكان كريستيانو في ظل الضبابيه الموجوده على هازارد. اتمنى في التجديد ليه يعني. ريال مدريد ويرجع ريال مدريد تاني عمر. وانا زي ما يعني انا بتفق مع الشباب، عمر برشلونه، عمر قال برشلونه، محمد برشلونه، فعلا برشلونه هو الاقرب لحظ اللقب السكواد اللي موجود مع الحاله المزريه لريال مدريد، وطبعا عارفين اتلتيكو مدريد بينافس مع الاثنين. طيب هنروح بقى كده قفلنا صفحه الدوري الاسباني، هنروح بقى للدوري الايطالي. وانا هعكس البدايه من عمر لمحمد، لان محمد محب متيم للدوري الايطالي. فهبدا معاك محمد للدوري الايطالي. عايزك، طبعا عارفين الكالتشيو جنه كره القدم، وعارفين ان الكالتشيو في بدايه الالفينيات او منتصف الالفينيات التسعينات كان هو الدوري الاقوى والدوري الامتع في العالم. بالزبط. طيب محمد بسرعه تقول لي جدول الترتيب للدوري الايطالي. السكوليتو طبعا حدث ولا حرج الموسم ده، عندنا رونالدو في الدوري الايطالي، فعندنا يوفي في الصداره 37 نقطه. تمام. في المركز الثاني عندنا نابولي 29 نقطه. تمام. عندنا انتر، وللاسف الشديد كنت متوقع حاجات مختلفه، 28 نقطه. لاتسيو اللي انتهت مباراته مع ميلان منذ لحظات في المركز الرابع 23 نقطه. تمام. في المركز الخامس عندنا الميلان 22 نقطه، ده بعد التعادل مع لاتسيو. بالظبط، كانوا بيلعبوا مع بعض قبل. بالظبط بالظبط. في المركز السادس بارما اللي بيحقق مفاجاه قويه جدا، عنده 20 نقطه. تمام. بيتخطى روما اللي بيجي بعديه في الترتيب المركز السابع ب 19 نقطه. ساسولو في المركز الثامن 18 نقطه. المركز العاشر اتلانتا ب 18 نقطه. المركز ال 11 فيرونتينا ب 18 نقطه. المركز ال 12 تورينو ب 17 نقطه. معانا اعزائي المشاهدين، هنا كان معانا جدول ترتيب قبل مباراه اليوم الدوري الايطالي. تمام. كمل محمد، وانا زي ما قلت هنا ده قبل مباريات اليوم، ومحمد هنا بيعدل معانا الايه بعد مباراه اليوم. تمام. كمل ابو احمد. في المركز ال 12 سامبادوريا ب 15 نقطه. تمام، كمل معاك يا محمد. مين المركز 17 ولا؟ تمام. في عندك بولونيا 17 و 10 نقاط، وامبولي 9، وادي كييف طبعا بيقبع في المركز الاخير، وهو مخصوم منه نقاط من الموسم الماضي كان بسبب تلاعب في المباريات. طيب محمد، طبعا محمد انت قلت لي جدول ترتيب الدوري. طيب عمرو هنرجع لك، عايز او تمام هبدا هرجع تاني لعمر. عمر قول لي الهدافين اللي موجودين في الدوري الايطالي دلوقتي اللي هم بيعتلوا الصدارة التالية. البولندي طبعا بياتك مهاجم جينوا بيقدم طفرة كبيرة جدا في خط الهجوم في الكالتش، وبنشوفها مسجل 9 اهداف حاليا. انا اعزائي المشاهدين، هذه مباراة الانتر، ومباراة الانتر ومعها فريزينيوني، وانتهت بفوز الانتر بنتيجة كبيرة 3-0. بالظبط 3-3 مقابل لا شيء.
اتفضل اتفضل. زي ما كنت بقول لحضرتك المهاجم البولندي بياتيك مهاجم جينوا الايطالي بيقدم موسم ممتاز جدا، سجل 9 اهداف. كريستيانو رونالدو طبعا كمان محمد عمر هقف معاك في حته بياتيك. بياتيك ده اول موسم ليه من الدوري الايطالي بعد ما اتنقل من كراكوف البولندي، يعتبر ده اول موسم ليه للدوري الايطالي. فان لاعب يجي جديد على الدوري الايطالي ويقدر يبقى الهداف معانا لحد الاسبوع ال 13 والاسبوع ال 12 فده تبقى حاجه كبيره، وبيدل ان دي موهبه قادمه بسرعه الصاروخ يقدر يبقى خليفه للمهاجم البولندي ليفاندوفسكي. كمل عم بالظبط. ويمكن كمان موسم الانتقالات الشتويه اللي جايه فهنلاقي خناقه كبيره جدا من انديه القمه في اوروبا كلها على بياتيك. بيجي بعديه طبعا كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي اللي احدث ضجه كبيره جدا في انتقاله الى الكاليتشو، سجل 9 اهداف. تمام. تشيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو سجل 8 اهداف. تمام. لورينزو انسيني معنا كده بلد اتقلق في المباراه بعد انتقادات كبيره وبعد كلام كبير ان هو كان ممكن يرحل عن انتر ميلان او انتر ميلان مش عايز يفعل بند الشراء من موناكو. بالظبط. يمكن في المركز الرابع بيجي لورينزو انسيني جناح نابولي ب7 اهداف. تمام. ميرتنز كمان مهاجم نابولي 7 اهداف. تمام. واخيرا ايكاردي هجام الانتر اللي بتمناه في ريال مدريد طبعا 7 اهداف ان شاء الله. كلنا نتمنى يا عمر. طيب. ان شاء الله. عمرو عايزك بقى تقول لي النتائج الاسبوع احنا قلنا انت تقول لي نتائج الاسبوع 13 من الدوري الايطالي سريعا كده عشان وقتنا. بس سريعا عندنا اودينيزي وروما، اودينيزي كسب روما 1-0، يوفي وسبال يوفي كسب 2-0، انتر ميلان فروزينيوني انتر كسب 3-0 عشان خاطر محمد، بارما وساسولو 2-1 لبارما، بولونيا وفيولا او فيورنتينا 0-0، نابولي وكيفو فيرونا 0-0، امبولي واتلانتا 3-2 لامبولي، لاتسيو وميلان 1-1، وجنوا وسامبادوريا لسه شغال واحنا بنتكلم حتى الان 1-1، ولسه كالياري وتورينو ان شاء الله. جنوا وسامبادوريا ديربي من اقوى الديربيات الموجوده في ايطاليا او موجوده في العالم، يعني صنف من اقوى الديربيات العالم ديربي مدينه جنوا حتى الان 1-1 وشغال، يعني لسه المباراه شغاله واثناء البرنامج. تمام. محمد عمرو كده انا عمرو قال لي النتائج المباريات. طيب ترشح مين عمر مين يفوز بالدوري الايطالي؟ طبعا بلا جدال مش يوفنتوس. عايزين كلام اعتيادي بقى عمر تقول لي اليوفنتوس ما هو احنا بنتكلم تبع يعني وقائع وحاجات بتحصل قدامنا وسكواد وحاجات، ما نقدرش ننكر ان اليوفي هي المنظومه الافضل اداريا وفنيا داخل الملعب في ايطاليا ومن اعظم ادي معايا اعزائي المشاهدين على الشاشه مباراه اليوفي الاخيره وسبال واللي قدر يفوز بيها 2-0، هدف لكريستيانو رونالدو وهدف لمانزوكيتش اللاعب الكرواتي. تمام كمل عمر. زي ما كنت بقول لحضرتك ان يوفنتوس بيقدم موسم قوي جدا على ارض الملعب فنيا، اضافه كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس يعني اضافه كبيره جدا في خط الهجوم، اضافه فنيه ومعنويه وكل حاجه، فبالتالي اعتقد يعني ان السكوديتو محسوم بنسبه 90% لو هنتكلم كنسبه قليله ليوفنتوس للسكواد اللي بيمتلكه. ماسيميليانو أليجري بيقدم يعني مباريات مميزه جدا بالسكواد اللي موجود، في تنوع كبير جدا 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 في طرق اللعب والاستراتيجيات اللي بتتلعب في يوفنتوس. طبعا طيب محمد عمر انا هزيد على كلامك، طبعا كلنا عارفين فضيحه كالتشيو بولي كانت موجوده في 2006 وهبط اليوفنتوس وطبعا فقد كل النجوم. طبعا هنا بقى محمد عمر عايز اكلمكم يا شباب ان اللي انا عايز اتكلم فيه ان ده اللي بيدل على الاداره الواعيه، وان طبعا الاداره بدات من الصفر لما رجعوا تاني للكالتشيو تعاقبوا مع بعض اللعيبه النجوم وبداوا مرحله لحد لما وصل ان اليوفنتوس يعتبر من اقوى الفرق العالميه حاليا. اخر 4 سنوات نهائي 2 نهائي شامبيونز ليج خسرهم. طبعا الموسم ده اضاف حبه الكريز اللاعب يعني الاسطوري كريستيانو رونالدو عشان النهارده هم بيفكروا ان هم طبعا ده هدف كريستيانو رونالدو في مرمى سبال. طبعا هم بقى تفكيرهم خلاص الموضوع المحلي سبق اكتساح 7 سنوات، بدا بقى الفكر يبص ان احنا طبعا عايزين نبقى اكتساح اوروبي. طب ما لقوش طبعا افضل من كريستيانو رونالدو ان هو يقدر يضيف لهم الحته دي، وانا طبعا يعني بدون شك ان كريستيانو رونالدو هيقدر ان هو يفيد كتير لليوفنتوس. طيب محمد هرجع لك محمد وتقدر تقول لي مين الاوفر حظا بالفوز بالدوري الايطالي.
طبعا انا كمحمد اتمنى انتر، يعني اتمنى انتر مع تعثر مستمر لليوفي في مقابلات مثلا نابولي، لاتسيو، ميلان، ملعب زي ملعب بارما، اتلانتا، ساسولو، فيرونتينا، كل الفرق دي اتمنى ان هي تقدر تعثر اليوفي المكتسح الدوري الايطالي بقاله 7 سنين. هيبقى صعب يا ابو حميد، انا عارف ان انت محب للانتر بس هيبقى مفيش صعب. مفيش حاجه بعيده على ربنا يا كابتن احمد، لكن اتمنى ان شاء الله الانتر يحقق السكوديتو الموسم الحالي. طبعا هو الفرق 9 بونت مش كبير، سهل جدا الانتر ممكن، والانتر عنده قائمه كبيره من اللعيبه بالظبط، السكواد عندنا الموسم الحالي بقى مميز جدا، بجانب كمان ان احنا بقى عندنا ما عندناش مشاكل ماليه مع اليويفا ولا مشاكل ماليه مع الانديه الاخرى بالنسبه للتعاقدات. ان شاء الله باذن الله اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ايكاردي ما يمشيش، كابتن الفرقه وهداف التيم، يعني ايكاردي لو مشي احنا هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. محمد انت دورك مش، انت مكانك مش موجود معانا هنا في الاستوديو او في مصر يا محمد، انت مكانك هناك مشجع درجه ثالثه. اتمنى اتمنى دي حاجه اتمناها. عمرو عايزك تقول لي مين الفريق الاوفر حظا الحظ الله. بص حضرتك، انا طبعا اليوفي هو الاول طبعا بفارق 8 نقط عن نابولي اللي تحتيه، نابولي انشيلوتي طبعا بيقدم موسم حلو جدا، وانتر سباليتي برده فارق 9 نقط. انا شايف الدوري مش بعيد قوي، لكن طبعا الوقائع والارقام بتقول ان اليوفي هو اللي ممكن يحصد اللقب، زائد كمان ان هعقب على كلام حضرتك اللي قلته، فعلا اداره اليوفي جيده جدا بعد الفضيحه اللي حصلت عندهم ورجعوا تاني للكالتشيو، هم قدروا ان 7 مواسم على التوالي ياخدوا الدوري الايطالي. يمكن بدا معاهم انطونيو كونتي لما خد ثلاث مواسم ورا بعض. انطونيو كونتي رجع بعد فوز سيطره الميلان وانتر ميلان على انتر ميلان، ومن بعده ميلان على الدوري. رجع بقى شكله خلاص قوام الفريق اللي يقدر ينافس على البطوله. طبعا قدر انه يخش ويعمل من اليوفي قوام كبير جدا، بدليل ان انا شايف اليوفي بعد ما يكسب ان شاء الله، انا وجهه نظري يعني مع نظري لمحمد، السنه دي هيبقى الموسم الثامن على التوالي ياخد الدوري. طبعا نذكر بس حاجه بسيطه جدا، رقم رونالدو الجون التاسع اللي جابه رونالدو مع اليوفي في ال 13 مباراة، ده من 50 سنة ما فيش لعيب في اليوفي قدر في أول 13 مباراة ليه مع اليوفي يجيب 9 أهداف. بالظبط. تمام. فده رقم جديد يحسب لكريستيانو. ما كانش كريستيانو هو اللي هينفرد بالأرقام القياسية، عمرو مين هينفرد بالأرقام القياسية، وده بيدل إن نجومية اللاعب وأسطورية اللاعب. طيب أنت مش شايف إن النابولي أو الإنتر ممكن يسببوا مشاكل؟ يعني نابولي مع أنشيلوتي وقوام كويس من اللعيبة ونجوم كويسة، شايف إن هو ممكن يعمل يعني يقدر إن هو يسبب مشاكل اليوفنتوس؟ هو انا شايف ان نابولي وانتر سواء مارك كارلوس انشيلوتي او سباليتي هم بيتنافسوا على المركز الثاني، هم طبعا هيبقوا مصدر ازعاج لليوفنتوس، لكن مش هينحوه عن المركز الاول والفوز باللقب. طيب عمرو، مين مواهب تقدر تقولها في سريعا كده في الدوري الايطالي؟ يمكن حضرتك عندنا مواهب في الدوري الايطالي، عندنا طبعا الحارس دوناروما حارس ميلان، في عندنا لوكاتيلي، في عندنا بينامونتي، في عندنا كيزا، في بيلزي، في المواهب كثيره، في جيرسون لاعب فيورنتينا، في جوفاني سانتوس، في مينكلوفيتش فيورنتينا، في كلويفر، في موسى بارو كمان في اتلانتا، طبعا كلويفر تروما ابن طبعا في مانشيني المدافع اللي هو المدافع نادي اتلانتا، اندير في روما برضو، اندير ممتاز في روما، كارموا في الانتر، يمكن هو حاليا في بوردو اعاره لكن هيرجع تاني، في موسى كين في اليوفنتوس كمان من المهاجم اللي ظهروا واستدعاه المنتخب، موسى كين ومانشيني استدعاهم للمباراه الاخيره اللي هي كانت ضد البرتغال، وكانت المباراه الوديه الاخيره ضد امريكا. فعلا. طيب سريعا كده عمر عايزك تقول لي المواهب الموجوده في الدوري الاسباني. يمكن الدوري الاسباني بيشهد يعني مواهب مميزه، استمراريتها في الملعب بقت كبيره جدا، وبقوا مؤثرين في الانديه اللي بيشاركوا فيها. بابلو فورنالز طبعا لاعب في ريال الاسباني 22 سنه، لعيب مميز جدا، القيمه التسويقيه بتاعته 25 مليون يورو، ومطلوب حاليا في ارسنال مكان ميني. في كمان كارلوس سولير موجود في فالنسيا، رودريجو هرنانديز الدي ام اف بتاع فريق اتلتيكو مدريد موهبه قويه جدا، في اودريزولا، في عثمان ديمبيلي، طبعا المواهب كتير جدا كتير. وانا كمان لو عايز اتكلم يعني من حصر الدوري الانجليزي او الايطالي او الاسباني، لا لو هنتكلم في مواهب كتيره جدا في على مستوى العالم، سواء في البرازيل يعني حدث بقى ولا حرج فوق ال 20 اسم، زي رودريجو، زي عندك ليفيد لاعب فاسكو دي جاما، في لاعب جونيور فيسو هيتنقل، في بدرينيو، روبرت ايفيرو، في عندك الان، لا في مجموعه كبيره من اللعيبه. طيب عم محمد عايز تقول كلمه اخيره من بعض المواهب اللي موجوده عشان نقدر بقى وقت الحلقه خلاص. تمام سريعا، اعتقد ان الدوري الايطالي السنه دي هيقدم لنا
لعيبه مميزه جدا. احنا عندنا فريدريكو كيزا جناح فيرونتينا اللي وصل سعره 60 مليون يورو مع الفيولا السنه دي بسبب ان هو بقى لعيب دولي، لعيب بيعتمد عليه روبرتو مانشيني بشكل كبير. عندنا اخر لاعب واعتقد ان احنا هنشوف لوكا مودريتش الموسم الجديد هيقدمه روما، وطبعا في سياسه التعاقدات مع مونشي انتي كوريتش اللي اشتراه من دينامو زغرب ب 8 مليون يورو، لاعب عنده 17 سنه بس ما خدش فرص، بس لعيب مستواه اعتقد ان احنا هنشوف لوكا مودريتش جديد، لعيب لمسته كويسه، لعيب بيتحرك كويس، بيقدر يقوم بكل الواجبات بتاعه لعيبه نص الملعب. هو مركزه الاساسي سنتر ميدفيلدر، لكن اعتقد ان هو ممكن يبقى ليه دور على مستوى الاداء الهجومي والشق الهجومي الروما في السنين اللي جايه. تمام. طبعا العالم كله مليء، وزي ما قلت احنا لو قعدنا نتكلم عن المواهب الموجودة في كل العالم محتاجين حلقات ومحتاجين وقت كتير نتكلم عن المواهب الموجودة. طبعا يعني وقتنا ما سعفناش ان احنا نقدر نتكلم عن كل المواهب الموجودة، وزي ما قلت اعزائي المشاهدين وقتنا عدى بسرعة، وكنت موجود مع يعني مجموعه شباب سوشيال ميديا صحفيين ومحللين رياضيين مميزين جدا. فطبعا انا بشكركم على وجودكم معايا، وبشكرك باشمهندس عمرو. شكرا. وانا يعني حابب ان اقول باشمهندس عمرو ان حضرتك شرفتني النهارده وقدرت ان انت تضيف لنا كتير في البرنامج. الشكر لحضرتك، وشرف ليا ان اطلع مع اعلامي كبير زي حضرتك. طيب شكرا ليك يا عمر على تشريفك لي. شكرا يا استاذ احمد. شكرا لك ابو حميد. شكرا لحضرتك يا كابتن احمد، وشكرا لكل الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين وقتنا عدى بسرعه، وان شاء الله انتظروني الحد القادم وحلقه جديده من مستطيل الاخضر. تصبحوا على خير. ارقى الملابس القطنيه، فخامه، اصل على شهاده الجوده العالميه الايزو، القطن بملمس الحرير.